الخامس وصل المعاصرة التي أخت فاطمة السدي نائبة الأمين العام السابقة ورئيسة لجنة البيان الختامي مشكورة وأحد النساء مناضلات ورموز هذا الحزب اللي بغيتكم تصبحوا عليها بحرارة إلى جانب جميع الرواد وأعضاء المكتب السياسي السابق اللي حاضرين معنا ومازالين وخصوصا النساء المكتب السياسي السابق المناضلات اللي حاضرين أخواتي لدينا هدى وأخوات أخواتك وحاضرين في المنصة شكرا. أيتم مساء سيدات السادة سيادتنا الجديدة، أيتم مساء عضوات وأعضاء المجلس الوطني الجديد. في البداية لابد وأن نقدم البيان الختامي تهاني خالصة لكافة أعضاء وعضوات سيادتنا الجديدة ولكافة أعضاء وعضوات المجلس الوطني الجديد، كما كذلك أجدد الشكر للسيد الأمين العام برعاية المكتب المسير المنتهية ولايته، ويشرفني أن أتلو عليكم نصا البيان الختامي لهذه المحطة المفصلية في حياة حزبنا، هذه المحطة التي نعتبرها فرصاً سياسيا ديمقراطيا بامتياز. إذن مشروع البيان الختامي مزمقة في 10 فبراير 2024 بجهد نضالي جماعي تمكن المناضلات والمناضلون لحزب الأصالة والمعاصرة من عقد المؤتمر الخامس للحزب في آجاله القانونية وفقا لما ينص عليه قانونه الأساسي لمدينة مزمقة خلال يومي 29 فبراير 2024 تحت شعار تجديد الذات الحزبية لضمان الاستمرارية. تميزت أشغال هذا المؤتمر الذي حضره أزيد من 3000 مؤتمر ومؤتمرة من مختلف ربوع المملكة بالنقاش المسؤول والمستفيض لمختلف التحديات التي يواجهها بلادنا بصفة عامة وحزبنا بصورة خاصة. في هذا السياق تميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر كلمة السيد الأمين العام الأستاذ عبد اللطيف الربيع تطرق من خلالها للتحديات والسياق الدولي الوطني الذي ينعقد فيها المؤتمر، مؤكدا أنها سياقات بالغة الخطورة وعلى درجة عالية من الحساسية، حيث على المستوى الدولي نعيش حروبا وتقتيلا وإبادة جماعية بغزة تجسد انتكاسات على مستوى القيم الإنسانية وعلى المستوى الوطني، حيث الصعوبات الاقتصادية والظروف المناخية الداخلية وكثرة التحديات، مؤكدا انه رغم ذلك توجد العديد من المظاهر الايجابية والبناءة في مختلف مناحي الحياة العامة للمغاربة. وعلى مستوى حصيلة عمل الحكومة قد اكد الامين العام انها تقوم باصلاحات تاريخية واخرى تحاول عبرها تدامى التاخر في تحقيقها مثل وجه توفير الماء الشروب وتسوية ملف متعاقد التعليم وتعميم حماية الاجتماعية والدعم الاجتماعي المباشر ودعم السكن وغيرها من الإصلاحات، مؤكدا أنه لأول مرة في التاريخ ورغم الإكراهات غير المسبوقة يعيش المغرب سياسة حقيقية تجمع بين تنمية الاستثمارات العمومية وتحفيز المقاولات الخاصة وإنجاز الأوراش الكبرى، وفي الآن نفسه تنمية الوضع الاجتماعي لعموم المغاربة خاصة الفئات الأكثر هشاشة. كما تطرق للحضور المتميز داخل الأغلبية الحكومية الحالية وحصيلته الإيجابية في تحقيق المنجزات باعتباره حزبا وفيا للعشر وللملك وحزبا صادقا مع مؤسسة رئاسة الحكومة وحزبا صبورا ومنضبطا لميثاق الأغلبية وحزبا مبدعا وخلاقا في الاقتراحات والبرامج وحزبا مخلصا لخلفائه في جميع المؤسسات وحزبا ساهم بقوة في إنجاح التشكيلة الحكومية بفضل تلحياته وبوضوح خطابه وبدعمه المشروط للإصلاحات التي تقوم بها الحكومة وبابتعاده عن ممارسة ازدواجية المواقف أو الضرب تحت الحزام تحت
وضد حلفائك وحول حصيلة عملكم خلال 4 سنوات الماضية. قد أكد الأمين أن الحزب نجح في تحقيق أشياء كثيرة، وربما أخطأ أو لم يسعف الوقت لبلوغ أخرى. نجح في بناء تنظيم حزبي قوي لمؤسسات الحزب، وقام بإصلاحات سياسية وأخرى عميقة على مستوى الإدارة والإعلام وغيرها من المنجزات التي تعد ثمرة مجهود جميع القاميين والقاميات. وخلال نفس الجلسة أشاد الأخ سمير هدى رئيس اللجنة التحضيرية بالجهود الجبارة التي قامت بها اللجنة ومختلف فروعها وبالتضحيات الجسيمة التي قام بها أعضاء اللجنة للإعداد الجيد للمؤتمر الوطني الخامس في هذه المواصفات الديمقراطية واللوجستية الباهرة، مذكرا بعدد اجتماعات كل لجنة وبمختلف الخطوات التنظيمية التي قامت بها بعد ذلك. تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي بعد مناقشة مستفيضة لمضموميها، وكذلك لمختلف القضايا التنظيمية والسياسية التي تواجه بلادنا وتواجه الحزب. واعتبر المؤتمرون والمؤتمرات لحظة المؤتمر لحظة تاريخية بامتياز، وتطلب الشجاعة في اتخاذ المواقف الوطنية البناءة، ونفس الأمر في التعامل مع القضايا الداخلية للحزب عبر نقاش عميق ومستفيض لكل هذه القضايا وللورقة السياسية للحزب ومختلف أوجه النقاش العام الذي عرفته أطوار المؤتمر. وإذ يهنئ المؤتمر الوطني كل المناضلات والمناضلين على تأديهم بروح المسؤولية التنظيمية الجماعية، وعلى تشددهم بالممارسة الديمقراطية، وعلى روح الأخلاق العالية التي تحلى بها المؤتمرات والمؤتمرون، وعزمهم على إنجاح محطة هذا المؤتمر النوعي في تاريخ الحزب. فإن المؤتمر الوطني للحزب يؤكد على ما يلي: يثمن عالي الانتصارات الدبلوماسية التي تحققها عدالة قضية وحدتنا الترابية في كل المحافل الدولية بقيادة وحكمة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله ونصره، داعيا في الوقت نفسه كل المناضلات ومناضل الحزب إلى المزيد من اليقظة ومواصلة التعبئة وراء عالم البلاد في مواصلة الدفاع المستميت على قضايانا العالية والتصدي لكل المراورات التي تتخذ أشكالا مختلفة وتضع أقنعة زائدة. يعتز المؤتمر بانتخاب المغرب على رأس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بما يؤكد مصداقية بلادنا الإقليمية والدولية ديمقراطيا وحقوقيا وتنمويا، مؤكدا أن هذه المكانة تضع مسؤولية أخرى على عاتق بلادنا، وتحتم علينا كحزب ديمقراطي تعزيز شهود بلادنا في النهوض بثقافة حقوق الإنسان وحمايتها. يعتبر بأن إعادة الاعتبار للعمل السياسي يقع في صلب أولوياته من خلال التأكيد على أهمية اعتماد المقاربات الكرد واستقطاب النخب، وذلك تعزيزا للخيارات الديمقراطية. يعتبر بأن السياق الحالي للمشهد الحزبي يحتاج إلى خلق مبادرات لتجديد مضمون مشروعنا من خلال القيام بمراجعة نقدية لاختياراتنا ومقاربتنا، وكذلك لتجديد التعاقد الذي يربط بين المناضلين والأداة الحزبية، كما وأن المؤتمر والحزب يساهم في تدبير الشأن الحكومي كعضو فعال ضمن أغلبية المتجالسة، مما فرض مراجعة موضوعية لأدائنا. فاختار بعد نقاش مستفيض صيغة تنظيمية خلاقة قوية قادرة على إطلاق مبادرات من خلال إقراره بقيادة جماعية للمرحلة المقبلة. يولي الأهمية البالغة لتخليق المشهد السياسي الوطني حرصا على مصداقية مشروعه، ومن أجل الرفع من تعزيز مساهمته في إحداث التغييرات المنتظرة انسجاما مع مضامين التوجيهات الملكية المتضمنة في الرسالة الملكية الثانية الموجهة إلى الندوة الوطنية المخلدة في الفكرة 60 لإحداث البرلمان المغربي إطارا مرجعيا لبلوغ ميثاق لأخلاقيات العمل البرلماني، مع التأكيد على ضرورة اعتماد نفس التوجه ليشمل كافة مناحي الحياة. يؤكد المؤتمر الوطني أن نعمة الاستقرار السياسي الديمقراطي كواقع لا رجعة فيه يجب أن يكون حافزا لتعزيز ممارسة الديمقراطية الحقة بمختلف المؤسسات، ويجب أن يكون دافعا للتحلي بالسلوك والأخلاق الرفيعة
لدى الفاعل السياسي أثناء اشتغاله داخل المؤسسات الدستورية، مؤكداً أن الفعل السياسي النزيه هو السبيل الوحيد لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقة.